حظوظه بتشكيل الحكومة تتصاعد، الإطار التنسيقي يتحول إلى قبلة للتحالفات السنية والكردية. زيارة بايدن، النفط والهيمنة بالواجهة، فهل تنجح فكرة ناتو الشرق أوسطي في المنطقة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي؟ حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. ويوم بعد آخر وحظوظ الإطار التنسيقي تزداد في تشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما بعد اتساع خطوط التواصل ما بين الأطراف السياسية وكذلك الانفتاح على الأطراف السياسية الأخرى وخاصة السنية والكردية. لما يملكه الإطار من مقبولية في البيت السياسي تمكنه من تشكيل التحالف الأكبر تحت قبة مجلس النواب الجديد للشروع بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة. وهذا الأمر لم يأتي من فراغ، وإنما برهنته محاولات تقارب تلك الأطراف مع الإطار، على العكس مما تحاول ترويجه بعض الأطراف الداخلية وحتى الخارجية بعدم قدرته على تشكيل الحكومة. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، وفي زيارته المنتظرة إلى منطقة الشرق الأوسط في منتصف تموز الحالي والتي تشمل كل من إسرائيل والضفة الغربية والسعودية، يسعى الرئيس الأمريكي الذي لم يكن موفقا في علاقته بالمنطقة منذ أن سكن البيت الأبيض إلى إضافة رابط إلى نظام التحالف أو التحالفات الاستراتيجية التي يعتزم إنشائها لكبح أعدائه وتقوية أصدقاء بلاده. بنى بايدن تحركاته وفقا للموقف المبدئي للرؤساء الثلاثة الذين سبقوه، أوباما وترامب وبايدن، وبينما يرى أنه بعد الحربين الفاشلتين في أفغانستان والعراق لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على العمل بمفردها كشرطي العالم، لذلك يسعى جاهدا من أجل التعاون الاستراتيجي وإنشاء تحالفات إقليمية جديدة يمكنها التعامل مع التهديدات القديمة والجديدة. إذن مشاهدينا، أكد النائب عن دولة القانون عارف الحمامي أن الإطار التنسيقي يجري مفاوضات عدة ما بين مختلف الأطراف، وهي مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية للاتفاق على اختيار مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية. وأشار الحمامي إلى أن التنسيقي عازم على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لأن الوضع الراهن ونتيجة الأزمات التي تمر على الشعب العراقي لا يتحمل التأخير. تقرير نهى الشمري. طموحات الحزبين الكرديين ما زالت ترنو إلى قصر السلام، وكل يسعى الوصول قبل الند الآخر، فتعالت حدة التجاذبات بينهما حتى تصدر الإطار الشيعي مهمة توحيد الكلمة والرأي، خصوصا وأن تشكيل الحكومة متوقف على إنهاء ملف رئاسة الجمهورية أولا. بعد الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي أنه رموا الكرة الاختيار رئيس الجمهورية إلى الفريقين الكرديين البرزاني والطلباني. الأخوان لحد الآن لحد اليوم غير يعني متفقين على اختيار رئيس جمهورية. من خلال اختيار رئيس الجمهورية سوف يسهل عملية اختيار رئيس الوزراء ومن ثم تشكيل حكومة. المراوحة في المكان ذاته للأحزاب الكردية لا ينتج عنها غير التأخير في إنهاء أزمات البلد المعلقة منذ أشهر، فلا بد من التحرك بإجلاء صخر الحدود الخلافية بين اليكتي والبارتي ليري بعضهم وجهات نظر الآخر، فيصرح مراقبون أن لا بديل سوى الاجتماع على كلمة واحدة بعد تنازل أحدهما بإعطاء الفرصة لنظيره. أعتقد الإطار هو ماضي باتجاه حسم قضية رئاسة الجمهورية وكذلك الكتلة الأكبر من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، وأن لا يطول الوقت
أكثر من ذلك من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، وكذلك أن تكون الحكومة القادمة هي حكومة استحقاقات، حكومة تأخذ على عاتقها معالجة كل الملفات. رجحت كفة ميزان إعادة سيناريو عام 2018 بعدما تشبث الحزبان بمرشحهما حتى دخلا أسوار البرلمان متشظين، ليقول تصويت النواب آنذاك كلمته باختيار أعلى ترشيح لأحدهما دون الآخر، وليعتلي منصب رئاسة الجمهورية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية دكتور علي الجبوري. أهلا بكم دكتور، وكذلك ترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد فائق يزيدي. أهلا بك سيد فائق مباشرة عبر سكايب، أهلا بكم سيد فائق. وأبدأ معك دكتور علي. نعم. حل الخلاف الكردي هل يعني ذهب منصب رئيس الجمهورية إلى الاتحاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار والأستاذ فايق ضيفنا عبر سكايب ومشاهدين الكرام. يعني هذا الموضوع حقيقة قد يكون سابق لأوانه، لأنه الحديث الآن لا زالت يعني مثل ما جاء في التقرير قبل قليل، المباحثات والمحاولات جارية باتجاه عملية يعني الحيلولة دون يعني الذهاب إلى مشهد 2018، وهو ترك الموضوع يتم تقريره أو إنهائه عبر التصويت داخل مجلس النواب بدخول الحزبين كل منهما بمرشحه إلى جانب المرشحين الآخرين طبعاً الموجودين من الكيانات السياسية الأخرى لهذا المنصب وحتى المستقلين. فبالتالي أنا أعتقد من مصلحة المكون الكردي أن يكون هنالك اتفاق على هذا الموضوع، ولأنه حقيقة هو الموضوع هو ليس مو فقط رئاسة الجمهورية، لأنه طبيعة العلاقة بين الحزبين كل ما كانت منسجمة كل ما انعكست على كثير من الأمور، ومنها داخل إقليم كردستان على سبيل المثال فيما يتعلق في موضوع توزيع الحقائب الوزارية، فيما يتعلق في موضوع الانتخابات القادمة التي مزمع أن تشهدها الإقليم، انتخابات التشريعية، انتخاب برلمان إقليم كردستان. وبالتالي أنا أعتقد ما أمام الحزبين الكردين كما في المركز إلا التوافق فيما بينهم للخروج من هذه الأزمة التي إن استمرت. عدم التوافق ما راح يكون موقف الاتحاد الوطني الكردستاني أقوى من الديمقراطي، باعتبار يعني كما يبدو هناك دعم من الإطار لحصول الاتحاد على هذا المنصب؟ نعم، هو هذا حقيقة الخشية يعني اللي أنا أعتقد هي الآن موجودة لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني من الذهاب إلى التصويت، لأنه ذكر حضرتك مشاهدي الكرام أنه لا. قبل هذا التحول اللي صار يعني بالانسحاب السيد مقتدى الصدر من السلطة التشريعية من البرلمان، كان هنالك تزمت كبير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني و كلام بصوت عالي من أننا لدى مرشحنا سندخل به البرلمان وعندنا تحالف ثلاثي كونكريتي وما إلى ذلك من هذا الكلام اللي كنا نسمعه بشكل تفصيلي، وبالتالي عدم النظر إلى موضوعة استمزاج رأي الحزب الاتحاد الوطني والتوافق كما عهدت العملية السياسية من 2005. طيب. واللي كانت تأسست على أساس أنه تقسيم المناصب بين الحزبين على أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة الإقليم، وأن يكون رئيس الحكومة رئيس الاتحادي هو من الاتحاد الوطني. هذا مو قانون مو دستور ممكن أن يتغير حسب الحجم الانتخابي وحجم الأصوات، لكن إلى أي درجة يقدر الإطار اليوم
أن يستمر بهذه المساعي التي اتجه لها بأن يكون يتخذ دور الوسيط ما بين الحزبين الكرديين لحل الأزمة والخلاف الكردي، وهو علنا يدعم الاتحاد للحصول على هذا المنصب؟ أولا، الأعراف السياسية حقيقة هي الآن هي غلبت حتى على الدستور، لأنه تعرف حضرتك الآن حضرتك قبل قليل تفضلت على موضوعات مو بالضرورة، لا أنا أقول بالضرورة، لأنه اليوم بالدستور ماكو رئيس الوزراء بالضرورة شيعي ورئيس البرلمان بالضرورة سني ورئيس الجمهورية، لكنه العرف وبالتالي بالاتفاق اللي صار بين في إقليم كردستان من 2005 هو على هالأساس عودة على بدء. أنا أعتقد العفو ذكرني بالسؤال، يعني يقدر أنه الإطار يتخذ موقع الوسيط وهو معروف دعمه للاتحاد؟ أنا أعتقد سياسة القوى السياسية في الإطار أكثر مرونة ربما، وبالإمكان أن تكون خصوصا لديها علاقات أيضا جيدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا المجال، وبالتالي هي أيضا لا تريد أن تفرط على الإطلاق بالحزب الديمقراطي الكردستاني. قبل أيام كنا مع في وفد أكاديمي وزرنا السيد هادي العامري، وتحدث الرجل بشكل واضح، قال أنه المشكلة الآن هي لدى الأخوة الكرد، وقال نحن لسنا بوارد التفريط بشريك مهم مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا المجال. نتمنى أن يكون هنالك توافق للخروج بهذا الموضوع، لكن إذا ما أجبرنا لا نستطيع أن نؤخر الأمور إلى ما لا نهاية، وبالتالي إذا ما أجبرنا سنخضع أو سنرضخ لموضوعة صندوق الاقتراع داخل مجلس النواب. نرحب مرة أخرى بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد فائق يزيدي، ينضم لنا عبر سكايب. أهلا بك سيد فائق، وأين وصلت المفاوضات ما بين الاتحاد والديمقراطي؟ هل هناك جديد بخصوص التوافق حول منصب الرئاسة؟ المفاوضات حاليا طبعا متوقفه، جرت جوله او جولتان قبل ذلك، المفاوضات بالتاكيد ستستمر بغيه التوصل الى تفاهم بشان مرشح رئيس الجمهوريه، لكن على ما يبدو الحزب الديمقراطي لا يزال متمسك بمحاولات مزاحمه الاتحاد الوطني على هذا المنصب وبسلب المنصب، وهذا لن يخدم المفاوضات. على ما يبدو سنذهب الى سيناريو 2018 تحت خطه البرلمان سيحسم التصويت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. طيب، من جانبكم الاتحاد ايضا ما زلتم متمسكين بهذا المنصب وبترشيح برهم صالح لهذا المنصب، لو اكو مجال انه ترشحون شخصيه اخرى من الاتحاد؟ لا تجاوزنا تلك المرحله، اليوم الاتحاد الوطني منذ عام ونصف غير الاتحاد الوطني القديم. الاتحاد الوطني اليوم اتحاد يمتلك ارادته القويه والحره بما يتناسب وثقله في اقليم كردستان وفي الدوله الاتحاديه، قضيه ان يفرض علينا املاءات ومرشحين من هنا وهناك هذا مرفوض، اليوم لحد هذه اللحظه هذا المنصب حق ديمقراطي للاتحاد الوطني، نحن خير من نمثل وندير هذا المنصب، وبكل تاكيد مرشحنا حتى هذه اللحظه هو الدكتور برهم احمد صالح. طيب، أكو بوادر للتوافق ما بين الاتحاد والديمقراطي خصوصا بعد الاجتماعات الأخيرة والمتغيرات والمطيات السياسية؟ بوادر إيش ما سمعت؟ أكو بوادر للتوافق، لو أكو احتمالية أكثر أنه تجون إلى بغداد بمرشحين مو مرشح واحد؟ لا، خليني أكون صريح معك، الحوارات بين الجانبين ترتكز على أكثر من، يعني تناقش أكثر من ملف، ليس فقط رئاسة الجمهورية، لدينا في إقليم كردستان خلافات اعمق من قضيه رئاسه الجمهوريه، لدينا انتخابات الاقليم واستحقاق اجرائها، تغيير المفوضيه، تشريع قانون جديد للانتخابات، ملف النفط والغاز، قضايا كثيره هنا محل خلاف اعمق من خلافنا على رئاسه الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه في اسوء الاحوال سنذهب الى البرلمان تحت قبه البرلمان كما 2018 نحسمها باصوات الناخبين، لكن التوافق يجب ان يكون بدايه على القضايا الموجوده داخل اقليم كردستان، هذه التي تؤثر بشكل مباشر على العلاقه بين الجانبين، اما قضيه رئاسه الجمهوريه في 2018 ايضا كان الخلاف شديدا وحسم تحت قبه البرلمان. طيب، ايضا نقطه مهمه عند الاكراد قضيه منصب محافظ كركوك، هل استعملت كورقه تفاوض؟ لا، منصب محافظ كركوك يعني خلاه يجي يناقشون عليه، منصب محافظ كركوك احد الشروط التي بنيت عليها
او تشكلت بموجبها حكومه اقليم كردستان كابينه ناصحه. هذا كان ضمن الاتفاق الذي بيننا وبينهم ان يكون المنصب للاتحاد الوطني، قضيه ان ياتوا ويحاولوا مساومه المنصب المحافظ برئاسه الجمهوريه، هذا غير مسموح لهم ولينسوا هذا الموضوع، هذا الموضوع غير قابل للنقاش جمله وتفصيلا. كركوك يعني كاستحقاق انتخابي منصب الاتحاد الوطني، نحن اكثر مقاعد هناك، نحن اكثر جماهيريه هناك، لن نقبل ابدا ان يساومونا على منصب محافظ كركوك في مقابل رئاسه الجمهوريه، لان المنصبين حق استحقاق ديمقراطي وانتخاب الاتحاد الوطني. اعود لك دكتور علي، يبدو ان الطرفين ما زالا متمسكين يعني بمواقفهم، خصوصا الاتحاد يمكن يحجم مصدر قوه باعتبارك تقارب مع الاطار، لكن وفق كل هذه المعطيات الاطار ما راح يكون طريقه غير سالكه بايجاد توافق كردي كردي لحل هذه الازمه وحل منصب الرئاسه. نعم، هو الحقيقه هنالك صعوبه بالغه نتيجه لتزمت او لتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى بعد المعطيات الجديده التي، وحتى الاتحاد كما ذكر سيد فائق، يعني الاتحاد هو يعني لديه يعني سبب وجيه للتمسك، وهو مثل ما حدث قبل قليل هو موضوع العرف السياسي اللي شهدته العمليه السياسيه، وهو عمليه تقاسم المناصب بين الحزبين الرئيسيين في اقليم كردستان، لانه احنا لدينا الاقليم وبكل ما يحمله من مناصب مهمة، يعني رئاسة الأقليم ورئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان داخل الأقليم، الوزارات وما إلى ذلك، وإضافة إلى أيضا محافظ كركوك، وفي قبالة منصب رئيس الجمهورية في الحكومة الاتحادية وفي العراق الاتحادي. فبالتالي كانت هنالك قناعة كبيرة جدا منذ زمن الراحل مام جلال طلباني على أنه الاتحاد هو يكون يعني يفي بمتطلبات منصب رئيس الجمهورية الاتحادية، في حين موضوع الإقليم اللي هو على كان عندما كان السيد رئيس الإقليم سيد مسعود البرزاني، وتشكيلة الحكومة كانت كلها للحزب الديمقراطي الكردستاني وفي هذا المجال. لذلك أنا أعتقد يعني هناك صعوبة بالغة في هذا الموضوع، لكنه في نهاية المطاف أنا أعتقد صعوبة أمام من يعني تحديدا، ستكون أمام الأطراف السياسية ككل، لو الاتحاد لو الديمقراطي، ويعني كل هالمعطيات دكتور علي ألا تؤشر ضعف موقف الديمقراطي من قضية رئاسة الجمهورية بالمعطيات السياسية البرلمانية والحجوم السياسية الموجودة؟ بالضبط، يعني الضعف هو مصدر سببين، يعني السبب الأول هو انهيار التحالف الثلاثي اللي كان يعول عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني في عملية تمرير مرشحة، في البداية كان السيد هوشار زيباري، وبعدين عندما تم تغييره الآن مرشح السيد ريبر، وهذا الجانب الأول. الجانب الثاني الحقيقة اللي هو يعني يشكل صعوبة بالنسبة له هو الآن المعطيات التي أفرزتها عملية انسحاب السيد مقتدى الصدر وانهيار التحالف الثلاثي، أصبح الموضوع أكثر صعوبة على الاتحاد في هذا المجال. مع ذلك أنا أعتقد بالإمكان أن يكون هنالك في السياسة فن الممكن، وبالإمكان من خلال المباحثات البينية فيما بينهم بين الحزبين الرئيسيين الوصول إلى نتيجة في هذا المجال. نعم، ايضا ينضم لنا مباشره بالصوت والصوره من بغداد عضو ائتلاف دوله القانون السيد عبد الامير الجزاني. اهلا بكم السيد عبد الامير، وبدايه هل نتوقع تاخير هذه الازمه وتاخير تشكيل الحكومه مع استمرار الخلاف الكردي حول منصب رئاسه الجمهوريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم، والتحيه موصوله الى ضيفك الكريم. انا لست عضوا في ائتلاف دولة القانون وإنما مرشح مستقل. عذرا السيد عبد الأمير، حقيقة الكل يعرف أنه إرهاصات العملية السياسية قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. جنابك الكريم وضيفك الكريم يعلم أن هناك كانت هنالك إرهاصات هنا وهناك ابتداء على أصل القانون، قانون الدوائر المتعددة، على اعتبار كان العراق عبارة عن دوائر كل محافظة تمثل دائرة، وبالتالي هذا القانون الجديد أفرز هذه النتائج. بعد أن أفرزت هذه النتائج لم يكن هنالك إرضاء لكل الكتل السياسية على هذه النتائج، إضافة إلى ذلك
الإحصائية التي أعطتها المفوضية كنسبة مشاركة أيضا لم ترضي الشارع العراقي، لأن الشارع العراقي لم يشارك بشكل كبير، إلى أن وصلنا إلى ما هو عليه الآن بعد أن تشكل التحالف الثلاثي، على اعتبار ممكن أن تتمخض من هذا من خلال هذا التحالف حكومة وطنية، وهذه الحكومة تذهب باتجاه تقديم الخدمات للشعب العراقي الكريم. لكن فوجئ الشعب العراقي وفوجئت العملية السياسية بانسحاب التيار الصدري. هذا الانسحاب أثر بشكل كبير على ممكن أن يكون هنالك لو حتى لو كان تقدم بنسبة 10% 15% 20%، هذا التقدم انهار، وبالتالي عدنا إلى المربع الأول وهو مربع الصفر. الآن كل الكتل السياسية تواجه صعوبة كبيرة من أجل الخروج بمشتركات يتفق عليها الجميع من أجل تشكيل حكومة، وبالتالي انسحاب التيار كان من أهم الأسباب التي قوضت وعوقت انطلاق أو ولادة حكومة بعد هذا التعسير خلال هذه الشهور طوال ما بعد الانتخابات. على فكرة يعني أيضا الكل يعرف أنه إحنا ليس بالجديد على العملية السياسية ولا على الشعب العراقي الكريم هذا التأخير. إذا جنابك الكريم وضيفك الكريم تستعرض كل المشاهد السياسية خلال الدورات السابقة للانتخابات، نجد أن الحكومة تشكلت إما بعد 8 أشهر أو 9 أشهر حتى وصلت قريب للسنة يلا شكلت الحكومة. لذلك لكن سيد عبد الأمير، لا ترى أن التعقيدات في هذه الدورة ربما أكبر باستقالة يعني الكتلة الصدرية اللي عددها وجودها وحجمها كبير جدا، واختلاف مثلا ما بين الأكراد مستمر حتى الآن على منصب رئاسة الجمهورية؟ التعقيد الأول لم يأتي بعد الانتخابات، التعقيد الأول أصلا ابتداء إجا قبل الانتخابات عندما امتنعت الكتلة الصدرية من المشاركة بالانتخابات. فكانت من الأسباب الكبيرة اللي ممكن تأسس حكومة أو تشكل حكومة هو انسحاب التيار الصدري بالمشاركة بالانتخابات. بعد نيف من الوقت ومشاورات وحوارات تم إقناع الكتلة الصدرية بالمشاركة بالانتخابات. رغم المشاركة في الكتلة الصدرية وجميع الكتل دولة المكونات، الكتلة يعني المكون السني والمكون الكردي والمكون الشيعي، لكن حقيقة ورغم أنه أيضا المرجعية دعت إلى التغيير، وكلمة التغيير لا يعني أنه تنطوي أو تذهب باتجاه كتلة سياسية، لا يعني دعوة أنه يشاركون وغيره. رغم كل هذه الدعوات والمشاركات لكن كانت المشاركة ضعيفة ما تجاوزت 30%، وهذه كارثة كبرى. يعني اليوم عندما نتحدث عن الأغلبية ونتحدث عن استحقاق الأغلبية، ابتداء لازم نرجع إلى القاعدة الأساسية، الشعب العراقي المفروض أكثر من 50% مشاركة على أقل تقدير بالانتخابات اللي يصوتون حتى نعتقد أنه هنالك مشاركة للشعب العراقي. شلون احنا نشاركون 20% أو 25% من الشعب العراقي إذا 75% رافض العملية السياسية ورافض الانتخابات؟ نعم، حتى سيد عبد الأمير حتى هناك أطراف أصلا قاطعت الانتخابات، مو فقط يعني انسحبت من هذه العملية السياسية. لكن أكيد أكمل على جنابك الكريم عذرا، ما بعد تشكيل ما بعد الانتخابات أيضا أتينا بنتائج انتخابات. كثير من الكتل السياسية اللي رفض نتائجها، كتل قبلت بنتائجها، بالتالي بقت إرخاصات العملية السياسية باقية. رغم ذلك لم نذهب باتجاه تشكيل حكومة. الآن انسحاب التيار الصدري من أكبر المعوقات اللي تواجه مو بس الكتلة الشيعية، لا تواجه كل الكتل السياسية، لأن كان هنالك اتفاق ما قبل انسحاب الكتلة الصدرية، وبالتالي هذه الاتفاقات تفلشت وانهارت، بالتالي لازم تبدي من بداية من الصفر، وهذا يأخذ وقت طويل من أجل أن تذهب باتجاه. في المرحلة السابقة لم يكن هنالك خلاف بين التحالف بين الكتلتين الكردية داخل البيت الكردي. الآن هنالك خلافات، ليش؟ لأن امتدت الخلافات على وجود رئيس، يعني هذه الخلافات أصلاً ابتداءً على الاستحقاقات ما بين الكتلتين الوطني والديمقراطي. إنه اليوم أنت رئيس الإقليم داخل داخل الإقليم، رئيس الوزراء داخل الإقليم، رئيس البرلمان داخل الإقليم، هاي إلمن. تجي إلى محافظ كركوك إلمن، وهكذا تزحف إلى رئاسة الجمهورية والوزارات وما شابه ذلك. هذه حقيقة اليوم صارت فيها خلافات ما بين الحزبين. نتائج الانتخابات الأخيرة وبروز كتل كردية أخرى مثل الجيل الجديد وغيره أيضا أثر على الاتفاقات ما بين الأحزاب الكردية، وبالتالي أصبح اليوم الحزبين على الرغم هم مصدرين المشهد السياسي لكن مو هم الوحيدين. حتى الآن لا توجد بوادر لحل هذا الخلاف الكردي الكردي. أعود لك سيدة فائق مرة أخرى،
وفقا لكل هذه المعطيات التي ذكرت، تعولون جديا على موقف الإطار بدعم الاتحاد للحصول على منصب الرئاسة؟ وبالمقابل، إلى أي درجة سيكون موقف الديمقراطي ضعيف أمام هذا التقارب ما بينكم كاتحاد والإطار الشيعي؟ بكل تأكيد حين يكون الأمر تحت قبة البرلمان، لدينا من العلاقات والتفاهمات ما يكفي لتمرير مرشحنا لرئاسة الجمهورية، لأننا اليوم يجب أن نتجاوز هذه العقبة، يجب أن نذهب إلى استحقاق تسمية مرشح رئاسة الوزراء. اليوم الشعب العراقي ينتظر حكومة خدمة، حكومة تلبي تطلعاته، تقدم له الخدمات. هذه قضية رئاسة الجمهورية، إن شاء الله بعد عطلة الفصل التشريعي سننتهي من عندها. يعني الحزب الديمقراطي جاء بالتفاهم، اهلا وسهلا، لم ياتي فتحت قبه البرلمان كل شيء يحسم، وبكل تاكيد المعادله السياسيه تغيرت، الخارطه البرلمانيه اليوم هي غيرها، انسحاب السيد الصدر بكل تاكيد جعل الحزب الديمقراطي في متاهه، في تيه وسط البحر يعني كما يقول. نعم، نحن سنحسم هذا الملف تحت قبة البرلمان، لكن الحوارات ستبقى مع الحزب الديمقراطي المستمرة فيما يتعلق بقضايا داخل اقليم كردستان والتي ذكرتها في بداية الحلقة. طيب دكتور علي، دعم الإطار الشيعي للاتحاد الوطني الديمقراطي للحصول على منصب الرئاسة، ما راح يخلي الديمقراطي يأثرون أو يعيقون مساعي الإطار لتشكيل الحكومة؟ يعني بموجب يعني الأعداد الموجودة عفوا الموجود الآن، صعب أن يكون هنالك تأثير كبير، لكنه على المشهد السياسي ربما صعوبة تكون أكثر يعني تأثيرا، لأنه أن يكون هنالك حكومة مبتعدة عنها أو منسحبة عنها التيار الصدري، وأن يكون أيضا يعني خطب مهم في إقليم كردستان والحزب الديمقراطي أيضا يبتعد عن تشكيل الحكومة لسبب أو لآخر نتيجة لموضوعة الخلاف على موضوعة رئاسة الجمهورية، ستكون الحكومة حقيقة أقل تمثيلا في هذا المجال، وربما تدعم عملية التشكيك في قدرتها على النهوض بالأعباء المهمة والمنتظرة من هذه الحكومة، حكومة الخدمة، وتجاوز الإخفاقات الكبيرة للحكومات السابقة، خصوصا في ظل وضع سياسي متشنج، وضع إقليمي أيضا ليست بالإيجابي، والوضع الدولي أيضا وضع اقتصادي عالمي ربما يندر بكثير من المخاطر. هذه كلها حقيقة تحتاج إلى عملية تكاتف وطني بين القوى السياسية وتنحية الخلافات المتعلقة بالمناصب وما إلى ذلك. هذا حقيقة يحتاج إلى يعني قدر عالي من الشعور بالمسؤولية من القوى السياسية في هذا المجال، مع شديد الأسف لحد الآن هذا غير متحقق. أغلب أو حتى ما نخلي استثناء، كل القوى السياسية تعمل باتجاه عملية تطمين مصالحها ومصالح جمهورها وما إلى ذلك، في حين هنالك تغييب لمصلحة أهم وهي مصلحة البلد ومصلحة الوطن. طيب، ككل. نعم. طيب، أعود لك مرة أخرى سيد عبد الأمير بسؤال أخير. يعني إذا يعني كان بعض المعطيات التي ذكرتها أيضا ساعدت على وصول العدد لا بأس به نسبيا من النواب المستقلين لقبة البرلمان، لكن ما مدى إمكانية حصول النواب المستقلون حاليا على منصب رئاسة الوزراء كما ترغب بعض الأطراف؟ حقيقة الكل يعرف جنابك الكريم وضيوفك الكرام والمشاهدين أنه حتى لو وظف مكان رئاسة الوزراء بشخص مستقل، مثل ما الآن الكاظم اللي هو يمثل أي كتلة سياسية، لكن هو يبقى استحقاق مكون. على فكرة اليوم الإطار الوطني من أكثر المتضررين من انسحاب التيار الصدري. ليش؟ لأن أنت جنابك الكريم تعرف قانون بريمر إجى للعراق وأسس لدولة مكونات، مكون سني، مكون شيعي، هذا واقع حال. يعني علينا أن لا نغادر الواقعية في تضمين العناوين داخل بلدنا. عند انسحاب التيار الصدري من هذه العملية السياسية، كثير من المواقع اللي محسوبة للمكون الشيعية ذهبت لاتجاه كتل أخرى، وبالتالي هذه خسارة هي أصلا للإطار.
لذلك حقيقة هذه العملية هي تؤرق وتتعب الإطار فيما بعد تشكيل الحكومة. نعم. وأنا أريد أوضح لك بشكل، وهذا واقع حال قراءتي للمستقبل. اليوم العراق بعد حرب أوكرانيا أصبح العراق دولة محورية في موضوع الطاقة. لذلك اليوم الغرب حاول باتجاه الذهاب للسعودية من أجل إنتاج كمية أكبر من النفط والغاز، لكن السعودية لم تنتج أكثر من 12 مليون يعني للاستخدام الداخلي وعشرة أربعة، وبالتالي سوف ذاهبين باتجاه العراق من أجل أن تضاف مصادر للطاقة للاتحاد الأوروبي. ولذلك تشوف اليوم هذه الحكومة إذا تأسست لازم تتأسس، واقع حال أنا قلت لك من مر براسها، سوف يكون هنالك دعم غربي أو على الأقل تقدير عدم تفليش الحكومة بالمرحلة القادمة. ليش؟ لأن الغرب اليوم بحاجة إلى مصادر الطاقة، مثل ما قلت لك بعد العملية أو الحرب العالمية أو نسميها الحرب الشبه عالمية اللي صارت، اللي الآن تسمى حرب الطاقة. فيما يخص موضوع المستقلين، حتى لو وظف أحد المستقلين سيكون ضمن البرنامج الذي معد من قبل الكتلة اللي تمثل استحقاق رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو أي رئاسة أخرى، فبالتالي يجب أن يأتي بالبرنامج الذي يتفق مع رؤية واتفاقية الكتلة السياسية مع الكتل الأخرى من أجل أن يكون هنالك تصويت على هذه الحكومة، وبالتالي يأتي بوزراء يتفق عليهم الجميع وتنطلق باتجاه. وهذا واقع الحال اليوم. احنا ما دام في بداية تأسيس الدولة الديمقراطية، على اقل تقدير هذه السنوات والقادمة القريبة سوف تذهب باتجاه المحاصصة تكون متوفرة، لكن ممكن المحاصصة تأتي برجال تكنوقراط يستطيعون ان يهربوا بالواقع، ويبقى الوضع، هاي نقطة بين قوسين، يبقى الوضع كله مرهون بالمحيط الاقليمي، وضع العراق كله مرهون بالمحيط الاقليمي. الشكر الجزيل لك سياسي المستقل عبد الأمير الجزياني، كنت ضيفا كريما، شكرا لك سيد عبد الأمير، والشكر كذلك لعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيدة فاق يزيدي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب. شكرا لكم دكتور علي. مع مشاهدينا الكرام نبقى سوية وننتقل إلى ملفنا الآخر من الحصاد ونطالع أبرز ما فيه. زيارة بايدن، النفط والهيمنة بالواجهة، فهل تنجح فكرة ناتو شرق أوسطي في المنطقة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي؟ إذن مشاهدينا، من إسرائيل إلى السعودية يتجه مسار الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن نحو إعادة رسم خريطة المصالح الأمريكية، إذ تفرض التحديات التي تواجهها إدارة بايدن عليها تمتين علاقتها بحلفائها التقليديين فقط، بل موائمة سياساتهم وفق الرؤية الأمريكية الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط، فمن تشكيل محور أمني إقليمي من حلفائها متعدد الأهداف إلى دفع دول عربية أخرى إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقبلها الضغط على الدول الخليجية لزيادة ضخ إنتاجها النفطي. المزيد في هذا التقرير. أخيراً أعلن رسمياً موعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، وتقرر أن تجري في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 من تموز الحالي، وأن تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنها كانت ستجري في نهاية حزيران الماضي، ما يوحي بأن صعوبات عديدة اعترضت ترتيبات الاتفاق على جدولها النهائي، ما تطلب وقتا إضافيا للتغلب عليها. وتذكرنا زيارة بايدن المرتقبة للمنطقة بزيارة أخرى للسعودية كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أجراها في أيار عام 2017، ففي كلتا الزيارتين حرصت السعودية على دعوة عدد من قادة الدول الأخرى للقاء الرئيس الأمريكي على أراضيها.
صحيح أن الدعوة إلى لقاء ترامب وجهت إلى أكثر من 40 زعيما، فيما اقتصرت الدعوة إلى لقاء بايدن المرتقب على كل من قادة مصر والعراق والأردن إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن الهدف ظل واحدا في الحالتين، وهو تقديم السعودية نفسها زعيمة على العالمين العربي والإسلامي، لا مجرد دولة خليجية غنية بالنفط والمال. وفيما عدا ذلك تتباين الزيارتان في كل شيء تقريبا، في الأهداف والبرنامج وطريقة الإخراج والسياق الإقليمي والدولي. فالزيارة التي سيجريها بايدن لن تقتصر على السعودية مثلما حدث في زيارة ترامب، وإنما ستشمل إسرائيل والضفة الغربية أيضا، وأمريكا التي تحدث ترامب باسمها عام 2017 ليست هي نفسها التي سيتحدث بايدن باسمها في تموز الحالي، فضلا عن اختلاف السياق الدولي والإقليمي بين الزيارتين اختلافا تاما. ويكفي أن نتذكر هنا أن ترامب بدا حريصا على أن تكون زيارته للسعودية أول محطة له في برنامج زياراته الخارجية عقب دخوله البيت الأبيض، لندرك الاهتمام الكبير الذي احتلته تلك الزيارة على جدول أعمال السياسة الخارجية الأمريكية وقت ذاك، مقارنة بالزيارة المقبلة التي يبدو أن بايدن سيجريها مضطرا وعلى مضض. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ومرة ثانية رحب بضيفنا الكريم في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية دكتور علي الجبوري. أهلا بكم دكتور مرة أخرى، وكذلك ترحيب بالمحلل السياسي الأستاذ حسين ريران ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من طهران. أهلا بك أستاذ حسين، وأبدأ معكم دكتور علي. نعم. هذه الزيارة المرتقبة لجو بايدن، هل هي تعتبر عودة للولايات المتحدة الأمريكية للانخراط على المستوى الدولي بعد العزلة التي عانتها قبل سنة ونصف تقريبا في وقت إدارة الرئيس ترامب؟ نعم، أنا أعتقد هذه يعني الزيارة تمثل الرؤية الجديدة للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن تحديدا في هذا المجال، فيما يتعلق في موضوع التفاعلات الإقليمية والدولية الآن والمستجدات التي طرأت على المشهدين الإقليمي والدولي بالنسبة للولايات المتحدة. هو الهدف واحد يعني في كلا، لكن التعبير عنه وشخصية الرئيس ربما تفرض رأيها، في حين كانت على عهد الحزب الجمهوري كانت الرؤية محاولة لعملية استنزاف ما يمكن الحصول عليه من واردات او ايرادات من دول الخليج العربي وتحديدا اخر زياره كانت لترامب الى السعوديه، حصل بهذه الزياره يمكن ملايين الدولارات. نعم، وقالت من السعوديه. نعم، وقال قولته الشهيره، قال لي ولي العهد السعودي، قال لولا حمايتنا ورعايتنا لهذه الدول ومنها المملكه العربيه السعوديه لم تستطيع الحمايه والامن ليست مجانيه مجان لم تستطيعوا ان تبقوا اسبوعا في الحكم. لا. وبالتالي انا، لكن طبعا الديمقراطيين يحملون رؤيه غير هذه الرؤيه، وهذا حقيقه ما سبب تجرؤ حتى العربيه السعوديه والامارات على الولايات المتحده. تذكر حضرتك قبل اشهر عندما يعني قيل بأن السعودية لم ترد على اتصالات الرئيس بايدن وكذلك العربية، عفوا المملكة الإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب، لكنه أنا أقول وبضرس قاطع، الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، وبالتالي هي اليوم تعمل باتجاه عملية متابعة مصالحها في المنطقة، وأعتقد المصلحتين الرئيسيتين الآن فيما يتعلق في موضوع أمن الكيان الصهيوني وعملية مواصلة ملف التطبيع للدول المنطقة مع الكيان الصهيوني، والموضوع الآخر هو فيما يتعلق في موضوع متابعة مصالحها في هذه المنطقة، مصادر الطاقة خصوصا. طبعا حدث بالمحور، لكن رحب بك مرة أخرى سيدة حسين. يقال أن هذه الزيارة للرئيس الأمريكي سوف تحاول إعادة رسم خريطة المصالح الأمريكية في المنطقة، كيف تنظرون إلى هذه الخريطة؟ هل هي فعلا بحاجة إلى إعادة رسم بهذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن مكانة منطقة الشرق الأوسط في البرنامج السياسي الأمريكي تغير كثيراً.
يعني نحن رأينا في السابق أن الرؤساء الأمريكان عندما كانوا ينتخبون يزورون المنطقة في السنة الأولى. الآن انقضت أكثر من سنة ونصف تقريبا، حتى يعني حان موعد زيارة المنطقة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن موقع المنطقة قد خف يعني في سلسلة الأولويات الأمريكية. أولويات أمريكا ذهبت باتجاه الصين، ذهبت باتجاه روسيا، ومنطقة الشرق الأوسط لم تعد كما كانت سابقا كركيزة من ركائز القوة للإدارة الأمريكية. هناك تهديد آخر يهدد عرش الولايات المتحدة الأمريكية على النظام العالمي، وهو الصعود الصاروخي للاقتصاد الصيني، وكذلك التهديد العسكري الذي تمثله روسيا. وهذه الأولويات تهدد موقع أمريكا. من هنا الشرق الأوسط في الذهن الأمريكي يعني نزل كموقع أساسي، ولكن في نفس الوقت بسبب يعني موضوع وجود الكيان الصهيوني، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تريد حفظ هذا النظام، ولا زال هذا النظام هو يعتبر من ضمن أولويات النظام الأمريكي. نعم، يريد أن يزور المنطقة لترتيب الأجواء ليكون وضع هذا الكيان أحسن. طيب. من هنا هناك الكثير من التكهنات حول إمكانية أن يقوم أن تقوم أمريكا بدفع بعض الدول إلى الدخول في يعني موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. طيب سيد حسين، أيضا من أهداف هذه الزيارة ربما تشكيل محور أمني إقليمي من حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة، لكن هل يمكن أن يستهدف هذا المحور الأمني الإقليمي، ممكن أن يستهدف الجمهورية الإسلامية؟ هل يمكن أن يواجه الجمهورية الإسلامية يوما ما؟ يعني إذا عدنا إلى الوراء، يعني قبل 4 سنوات زار ترامب المنطقة، عند ذلك السعودية يعني دعت 54 دولة للحضور في المملكة السعودية ولقاء ترامب وإيجاد حلف ضد محور المقاومة. ولكن هل نجحت أمريكا والسعودية في بناء هذا الحلف؟ لا، هي لم تستطع، رغم أن هناك كان 19 رئيس دولة، وكان عدد من رؤساء الوزراء، وكان البعض الآخر ممثلا بوزير إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا الموضوع هو الآن يعني غير ممكن، وإيجاد محور تكون إسرائيل في قلبه يعادي محور المقاومة يعني بشكل حقيقي، يستطيع أن تكون له قوة موازية. هذا الكلام بعيد عن التصور في الوقت الحاضر. طيب دكتور علي، برأيك كيف ستتعاطى الحكومة العراقية الحالية، حكومة تصريف الأعمال، مع هذه الزيارة أو مع أهداف هذه الزيارة؟ نعم، أنا أعتقد يعني المعلومات المتوفرة الحكومة العراقية ستكون مستمعة في هذا الموضوع، لأنه بالتأكيد هي لا تمتلك أن تتخذ قرارا، خاصة في قرار في هذا النوع، موضوع التحالف أو الدخول في مثل هكذا محور، خصوصا يعني استراتيجية السياسة الخارجية العراقية منذ فترة بنيت على أساس أن لا تكون محسوبة على أي محور من محاور في المنطقة، وبالتالي هذا هو اللي ساهم إلى حد كبير في عملية انفتاح العراق
على محيطي الإقليم والدولي في هذا المجال، لأنه في نهاية المطاف أنا أعتقد العراق لديه خصوصية معروفة في هذا المجال، وقد لا تنسجم كثيرا مع باقي الدول التي ستحضر مثل هكذا لقاء. يعني أولا فيما يتعلق بموضوع التطبيع، العراق قبل أيام وربما أسابيع صدر قرار من السلطة التشريعية في البرلمان العراقي بتجريم التطبيع. فيما يتعلق بموضوعة أن يكون هنالك العراق جزء في محور معادي للجمهورية الإسلامية أو لأي دولة أخرى. إذن مقدماً العراق، يعني حتى شعب العراق، قيادات العراق متخذة هذا الموقف من الكيان الصهيوني، لكن هناك دول عربية أخرى أيضاً موقفها غير متجهة للتطبيع حالياً. ممكن زيارة الرئيس الأمريكي تحث هذه الدول على التطبيع؟ يعني صعبة، يعني نتحدث عن بعض الدول اللي لحد الآن هي كانت بمنع أو نأت بنفسها بعيدا نتيجة ل يعني تقديرات نظمها السياسية وأحيانا لقناعات. يعني مثلا على سبيل المثال حتى في داخل دول مجلس التعاون الكويتي الخليجي، هنالك الكويت على سبيل المثال هي رافضة بشكل قاطع وكانت على لسان مسؤوليها في هذا المجال، وبالتالي أنا أعتقد هنالك صعوبة كبيرة بالغة أمام هذا المشروع في عملية تمريره. أنا أعتقد الولايات المتحدة ستكون داعمة باتجاه عملية استمرار يعني التشاور بما بين هذه الدول أكثر مما يكون هنالك أمكانية لعملية عقد اتفاق خطي مكتوب موقع بين هذه الدول، لأنه طيب. الموضوع هو أكبر بكثير وصعوبة بالغة في هذا المجال. يمكن أهم أهداف هذه الزيارة هو قضية تشكيل المحور الأمني الإقليمي. أستاذ حسين، ما مدى أهمية هذا المحور الأمني الإقليمي لحماية الكيان الصهيوني؟ يعني موضوع إيجاد محور في مواجهة محور المقاومة يعني موضوع ليس بالسهولة. أولا لأن محور المقاومة قائم على قناعات شعبية، يعني بعبارة أدق هناك ثورة في إيران حدثت وهناك شعب يؤمن بهذا النظام وبأولوياته، وكذلك الموضوع في العراق وسوريا ولبنان واليمن. من هنا إيجاد قوة توازي قوة الشعوب هذا غير ممكن، لأن في المقلب الآخر أو المحور الآخر هناك قوى يعني تتحرك حسب أوامر أنظمة وليست شعوب. الشعوب هي في الأساس ترفض موضوع التطبيع. كيف يمكن أن نتصور أن الشعب الإماراتي مثلا هو يؤمن بأن إسرائيل هي الصديق والحليف، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. من هنا يعني ما تقوم به هذه الأنظمة هو مجافات للقرآن، هو السير بعكس القرآن. ولا شك أن الشعوب لا يمكن أن تسير في هذا الاتجاه. هذا أولا. ثانيا، محور المقاومة يعني استطاع بناء معادلات غير ممكنة. يعني الجيوش العربية خسرت الحروب أمام الكيان الصهيوني في 48 و56 و67 و73 بالقرن الماضي، ولكن الآن حزب الله استطاع أن يبني معادلة ردع. غزة استطاعت أن تبني معادلة ردع، وهذه المعادلات هي تعكس حقيقة التحول الذي حدث. الكيان الصهيوني لا زال هو متفوق عسكريا على كل مجموع المحيط حوله، ولكن أمام محور المقاومة مكشوف. لماذا؟ لأن طريقة الحرب في محور المقاومة يعني الحرب غير المتكافئة، وقوة وإيمان هذا المحور فرضت على هذا الكيان معادلات جديدة. طيب. وهذا الكيان لا يستطيع أن يتحرك يعني بشكل أو بآخر ضد هذه الأطراف. طيب. قبل أيام
رأينا أن حزب الله أرسل 3 مسيرات إلى حق الكاريش النفطي، والكيان الصهيوني لم يرد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يرد. طيب، وهذا هو كل هذه المعطيات ربما وتغير المعادلة بزيادة كفة يعني أو ترجح كفة المقاومة ومحور المقاومة، ربما هو ما دفع الولايات المتحدة أو الكيان لإيجاد منظومة دفاع قوية ضد محور المقاومة، ضد الجمهورية وضد من يقف بوجه دول الاستكبار. لكن نفذ وقتنا سيد حسين، دعنا مع دكتور علي ومشاهدين الكرام نطلع على نتائج الاستبيان اللي جارتها قناة الأيام لبرنامج الحصاد، والسؤال هو هل تتجه أو يتجه مسار الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن نحو إعادة رسم خريطة المصالح الأمريكية في المنطقة والمضي نحو التطبيع؟ كانت الإجابات 65% نعم، 20% كلا، 15% متحفظ. والشكر الجزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ حسين روران، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من طهران ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الجبوري، كنت ضيفا كريما. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكريم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، إلى اللقاء.